عدد المنخرطين احنا اليوم كما قلت في المنصه الاعلاميه مازالت مفتوحه، هي راهي المنصه هذه ما تحددناش المنخرطين بالضبط، لكن كونوا بها باز دوني اللي باش ننطلقوا ديجا دي توصلهم دي اس ام اس، الناس اللي قيدت الكترونيا باش نتصلوا بهم باش يجيو ياخذوا الانخراطات نتاعهم بطريقه معناها واضحه، وتبقى بطبيعه الحال مفتوحه حتى اليوم 17 مارس تقف الانخراطات باش يكونوا هما بطبيعه الحال المؤتمرين وندخلوا في المؤتمرات المحليه والجهويه. ما نجمش نعطيك عدد اليوم بالضبط، مازال ماهوش محصور العدد هذايا، لكن بطبيعه الحال باش يكون عدد ثم عدد هام جدا. علاقتنا بحركه النهضه ما ثم حتى علاقه الا زوز نقاط التقاء اليوم موجودين، اللي هو الاستقرار السياسي اللي احنا زوز معناه متفاهمين عليه وماشيين فيه زوز مع بعضنا، وفما ارساء المؤسسات الديمقراطيه وعلى راسها المحكمه الدستوريه. بطبيعه الحال فما تنسيق مع بعضنا على مستوى البرلمان، هذايا معناها واضح للناس الكل قاعدين نخدموا عليه، لكن فيما عدا النقطتين هذوما ما عندنا حتى مشروع لم تع تحالف ولم تع تقارب مع حركه النهضه. يوسف الشاهد اليوم هو رئيس الحكومه، احنا كان معناه موقفنا واضح، داعمين رئيس الحكومه، داعمين الحكومه هذيا، داعمين الاستقرار السياسي. نحن الحزام السياسي اللي يحاول انه يدفع ويقدم بالحكومه هذيا ويحميها بطبيعه الحال باش نجم تكمل اللي في عهدتها واللي تبقى في عهدتها. اليوم رئيس الحكومه ماهوش موجود في هياكل الحزب، ماهوش موجود في الاورجانيغرام، لكن تبقى امكانيه التحاقه في مرحله متقدمه، هذايا اول. ماهوش موجود اليوم، ما شاركش حتى في اجتماع لا في الجهات ولا في اجتماع تنسيقي. بطبيعه الحال يتبع كما الشان السياسي ورئيس حكومه يهمه الامر السياسي، لكن ما عندوش حتى تنسيق والا رول قاعد يقوم به في داخل الحزب.